بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نمر إلى التمرين رقم 6 من الصفحة 64. دائما أطبق معارفي مع مقاربة أولية لمفهوم القوى في ميدان الظواهر الميكانيكية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط. بدون إطالة إلى نص التمرين، يقول: أمثل القوى. مثل القوى المؤثرة على الجمل الميكانيكية التالية: ثريا ذات مصباح واحد معلق إلى السقف. هنا ماذا يطلب؟ لا يطلب منا أن نمثل مخطط أجسام متأثرة، ننتبه، هو يطلب منا أن نمثل القوى، بمعنى نظهر كل قوة وخصائصها. إذن لدينا هذه هي ثريا ذات المصباح معلقة بحامل، نمثل عليها القوى. إذن فالقوة الأولى التي تؤثر على المصباح والحامل هي ثقل الجملة، ثقل الكل، يعني كالحامل كالمصباح، كلاهما له ثقل، إذن لندمجهما مع بعضهما البعض ونعتبره ثقلا واحدا، فيكون هذا الثقل رمزه في شعاع وموجه بشكل عمودي نحو الأسفل ومن مركز الجملة كما ترى في الصورة. هنا هذه القوة، قوة الثقل، لا يظهر لها أثر أو فعل، يعني لا تتسبب في تشويه الجملة، لا تتسبب في تحريكها، تغيير حالتها الحركية، لا تسريعها، لا كذا. لماذا؟ لأنه توجد قوة في نفس الوقت مكافئة لها، يعني لها نفس الطاولة، يعني نفس الشدة، ومعاكسة في الاتجاه، وعلى نفس الحامل، مما يجعل الجملة التي بين أيدينا تكون في حالة توازن واستقرار. إذن هذا هو تمثيل القوة. لدينا R شعاع، هنا مثلنا، رمزنا R، كان بإمكاننا أن نقول F شعاع مباشرة، التي هي قوة شد الحامل المعلق فيه المصباح. ثم في المثال الثاني يقول: محفظة يحملها تلميذ بيده. إذن مثلنا جزء من هذه الجملة، يعني اليد والمحفظة، فالمحفظة موجودة في حال التوازن، كذلك يدل هذا على أن الجملة خاضعة لقوة أولى نحو الأسفل، هي قوة الثقل في شعاع. هذا الثقل لا يظهر أثره، يعني لا تتحرك الجملة إلى الأسفل، لا تسقط، هذا دليل على وجود قوة مضادة لها، وجود قوة مضادة لها، مكافئة لها، مضادة في الاتجاه، مساوية في القيمة العددية على نفس الحامل. إذن لدينا P شعاع، R شعاع، هما اللتان، يعني وهنا يظهر العلاقة الرياضيتية التي طلبت منا، F P شعاع زائد R شعاع يساوي صفر شعاع. إذن فيبقى الجسم متوازنا، وإن كان هنا التمرين غير مدرج في درس التوازن. المهم، نمر إلى المثال الثالث: استطالة حبل مطاطي بفعل قوة قدرها 1.5 نيوتن. إذن لدينا، أخذنا هذا المثال لتقريب الصورة، هذا رياضي يمارس رياضية تقوية عضلات الساق، تقوية عضلات الساق. إذن يعمل أو يلف شريط مطاطي على ساقه، مربوط من جهة هذا الشريط في هذا الحامل العمودي، وهو يقوم بسحب رجله إلى هذا الاتجاه الأيمن. إذن فهي أين هي القوى المؤثرة؟ هنا لم تهمني القيمة بقدر ما همني التمثيل الكيفي والتركيز على تساوي في الشدة، تعاكس في الاتجاه، ولهما نفس الحامل. إذن هنا مثلناها، رمزنا لها P شعاع، ليس الثقل، P يعني تأثير الساق أو القدم، تأثير الساق أو القدم، P شعاع تسحب إلى الجهة اليمنى. في نفس الوقت س، معذرة،
إذن في نفس الوقت الشريط المطاطي يرد أو يشد الساق إلى الجهة العكسية على نفس الحامل. إذن ولهذا مثلناها اف شعاع لاف، يعني الشريط المطاطي رمزنا له بالرمز اف. إذن لدينا قوتان متساويتان في القيمة العددية متعاكستان في الاتجاه على نفس الحامل. إذن هذا بالنسبة، يعني هنا إذا وضعنا هذا المقدار يساوي 1.5 نيوتن، فهذه كذلك تكون 1.5 نيوتن كما هو وارد في التمرين. ثم يقول عربة يجرها حصان. إذن هنا مثلنا هذه عربة يجرها حصان. الآن لنمثل القوى المؤثرة على هذه الجملة العربة والحصان. إذن الحصان يشد من خلال الساقين الموجودتين على جنبيه، يشد بقوتين متوازيتين في نفس الاتجاه متساويتين. يعني لدينا اف على يمينه واف على يساره الى نفس الجهة الأمامية، وهو سحب الحصان للعربة. في نفس الوقت ستظهر قوى أخرى. إذن لديك قبل ذلك الثقل، ثقل العربة، حتى ولو لم يكن يجرها فإن للعربة ثقل شاقولي نحو الأرض، يعني هذا دائما موجود حتى ولو الحصان لا يقوم بالجر، هذه موجودة. هذه القوة لا يظهر فعلها لأنه توجد قوى أخرى نحو الأعلى الذي هو رد العجلات، يعني رد السطح على العجلات. معذرة، أنت الآن في الطريق، الأرض تجذب العربة إلى الأسفل بشكل عمودي، من المفروض تغوص، هذا لا يحدث. لماذا؟ لأن الأرضية متماسكة وصلبة. هذه الأرضية المتماسكة والصلبة تبدي قوى تعاكس الثقل نحو الأعلى. إذن بحيث إذا جمعت القوة التي تلامس بها العجلة الطريق، العجلة الأولى، العجلة الثانية، العجلة الثالثة، العجلة الرابعة، تجد أن مجموع القوى المتجهة نحو الأعلى تساوي عدديا ثقل العربة، وهذا الأمر هو الذي يجعل العربة متزنة، لا تنزل لا تصعد. قوتان متعاكستان في الاتجاه متساويتان في الشدة. ستقول هنا هنا ليست على نفس الحامل. ستعمل محصلة، سنعمل محصلة للقوى المتجهة نحو الأعلى، القوى على العجلة الأولى، القوى على العجلة الثانية، القوى على العجلة الثالثة، على الرابعة. ستكون المحصلة محمولة على نفس الحامل الذي هو حامل الثقل، وهذا هو الذي يجعلها تتزن. حينما الحصان يتقدم يجر العربة فإن المجموعة تتحرك، فماذا ينشأ ضد قوته؟ تنشأ ضد قوته الاحتكاك على الطريق، وهو الذي مثلناه بالأسهم الزرقاء. إذن عندنا كل عجلة لديها سهم أزرق نحو الخلف، إذن هذا سهم احتكاك، سهم قوة احتكاك، سهم قوة احتكاك. في العجلة الأخرى كذلك يوجد سهم احتكاك. إذن أربع قوى إلى الخلف مجموعها يعادل القوة التي يجر بها الحصان العربة. هذا بالنسبة للتمثيل في هذه الحالة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما طلب منا في هذا الوضعية أو في هذا التمرين. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.